30 حقيقة مثيرة عن برج الحمل. مهما تأخر الحمل في الاستيقاظ أو الخروج من المنزل يكون أول الواصلين. الحمل متلهف للحب، وفي كل مرة يعيش الحب كأنه يجربه للمرة الأولى. الحمل لا يقوم بما يراه صغيرا في حقه، إما أن يخطو خطوة جبارة أو لا يخطو أبدا. الحمل لا يتخلى عن أصدقائه، ولكن هم من يتخلوا عنه. يمكن للحمل أن يقنع الناس بسهولة. الحمل جدير بالثقة ويثق بسهولة بغيره. لا تتوقع من الحمل أن ينقذك دائما. لتزعج الحمل كن سلبيا، قل له هذا غير ممكن وسوف تغضبه. إذا قال الحمل آسف فإنه لا يكرر أبدا ما لأجله قال آسف. 99% من وقت الحمل يكون فيه منزعجا أو معرضا للانزعاج. الحمل يحب قضاء بعض الوقت مع نفسه. الحمل ودود لكنه يخفي وده خلف جدار من المكابرة. الحمل لا يخجل من شيء. الحمل دائما بحاجة إلى الشعور بأنك تعرف عنه كل شيء دون أن يشرح لك. الحمل يتحدث بسخرية وبطلاقة. الحمل لا يسمح لأحد أن يحتل مكانه الذي لطالما اعتاد عليه. الحمل لا يأسف على القيام بشيء قام به مسبقا. الحمل يتفاجأ عندما تتذكر له مواقف متهورة ويقول هذا لا يعني شيئا. عندما تجادل الحمل حاول ألا تعطيه مهلة أو تتيح له مجالا لاستلام الكلام. الحمل عندما يؤمن بتنفيذ رغبة لن يوقفه أحد. الحمل صاحب حجة، دائما لديه ما يقوله كي يظهر صدقه. الحمل ناجح في أن يكون سيء السمعة، وقد يفضل ذلك. الحب عند الحمل مثل معركة، والحمل دائما الفائز الأكبر. الحمل يشتري ما يريده. الحمل يجيب على كل الأسئلة حتى تلك التي لم يكن مستعدا لها. الحمل سريع في إعطاء المشورة وتقديم النصيحة. الحمل قادر على التعامل مع الحزن بسهولة. الحمل يتنقل من علاقة فاشلة لأخرى ناجحة بسهولة، ما يجعله يبدو لئيما للبعض. الحمل يكره المهام المتكررة ولا يطبقها. وأخيرا الحمل واثق من أنه الأكثر شعبية وتميزاً.